الأفضل ما وافق حال الرجل، فإن كانت مستورة فالمسح أفضل، وإن كانت مكشوفة فالغسل أفضل. هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء إن الغسل أفضل، بمعنى أنه إن كان لابسا للخفين فالأفضل له عند الوضوء أن يخلعهما ويغسل قدميه، وتعليلهم بأنه هو الأصل، فالغسل هو الأصل. وبعض العلماء يرى أن المسح أفضل، وذلك لأن في المسح مخالفة لأهل البدع الذين يقولون بعدم إجزاء المسح على الخفين، ومخالفة أهل البدع مطلوبة شرعا لإظهار هذه العبادة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها صحابته الكرام. وبعض العلماء، وهو رأي لشيخ الإسلام رحمه الله، يرى أنه لا أفضلية للمسح مطلقا ولا أفضلية للغسل مطلقا، وإنما ينظر إلى حال الرجل أثناء الوضوء، فإن كانت الرجل مكشوفة فالغسل أفضل، وإن كانت مستورة فالمسح أفضل. ولذا لم يتكلف عليه الصلاة والسلام ضد حال رجله، وإنما إذا كانت مكشوفة غسل، وإذا كانت مستورة مسح عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الصحيح، وهو أعدل الأقوال. وجواز المسح من حيث هو، وإلا فقد يجب المسح، وذلك إذا ترتب على ترك المسح ترك واجب أو فوات واجب. فلو أن الخفين في قدميه ثم لو خلعهما وغسل قدميه لفاتته صلاة الجمعة أو لفاتته صلاة الجماعة، فلا يجوز له أن يخلع خفيه، وإنما يجب عليه أن يمسح، وذلك لأن حال رجله مستورة، فإذا خلعها ترتب على ذلك فوات واجب. ولذا إذا قيل بالجواز أي بجواز المسح، إنما المراد من حيث الأصل. أما إذا وجد اعتبار آخر فإن هذا الحكم ينتقل من الجواز إلى الوجوب.